السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم 29ویں سپارے کی سورۃ الحاقہ تجوید و قرآت سے پڑھیں گے۔ سورۃ الحاقہ مکیہ ہے۔ سورۃ الحاقہ میں دو رکوع ہیں، 52 آیات ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، جزاک اللہ۔ اب سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں، مکمل سورۃ کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ الحاقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقبل علينا بعض الأقاويل،
وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ صدق الله العظيم.